السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، كما أرحب في البداية بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. أرحب بك يا مولانا. يا مرحبا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء يوميا معكم في يستفتونك، ونجدد التعليمات في بداية الحلقة بوجود أرقام على الشاشة من خلالها تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة، ومن لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر عليه أن يرسل رقمه على صفحة يستفتونك وإن شاء الله نتواصل معه عبر هذا الرقم. كمان مشاهدينا الكرام، توجد خدمة الواتساب لإرسال الأسئلة مكتوبة على الواتساب، وإن شاء الله نقرأ جزء كبير جدا منها ونجيب عنه بمشيئة الله. كمان مشاهدينا الكرام، البث المباشر على صفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين، الصفحة الرسمية وأيضا صفحة البرنامج يستفتونك، كل هذه الصفحات تحت أمر حضراتكم لاستقبال أسئلتكم مكتوبة على البث المباشر. أنا ممكن أسجل لكم رسالة، دي رسالة صوتية وتتذاع كل يوم بنفس الطريقة وبنفس الشكل، لأن الشيخ عصام شكله زهق مني كل يوم. نبدأ بقى مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة، وعندنا النهاردة حديث. هذا الحديث في شيء غريب جدا. هل ممكن نكلم الله عز وجل أو يكلمنا الله عز وجل؟ طيب كيفية الكلام إزاي؟ عاملة إزاي؟ ليها طريقة؟ ممكن نفهم دوت إزاي؟ ده كله هنفهمه من فضيلة الشيخ عصام، ولكن دعونا في البداية مشاهدينا الكرام أدعوكم وأدعو فضيلة الشيخ عصام أن نستمع إلى هذا الحديث. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، عن أبي هريرة كثير، عن الرواة، ولكن عدي بن حاتم يعني تجد أحاديث ربما ليست بالكثيرة يرويها عدي بن حاتم. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر المشاهدين، يقول فيه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. إذا أردنا أن نتوقف مع هذا الحديث فضيلة الشيخ عصام، فماذا نقول في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله وبعد. في الحقيقة طبعا ملحوظتك الملحوظة الأولى أن الأحاديث معظمها سيدنا أبو هريرة وسيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عباس، الأحاديث قليلة. نعم يعني أحد العبادلة بوجه عام الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، يعني هناك الرابع نسيت اسمه الآن، يعني عبد الله بن مسعود. يعني ابن مسعود وابن عمر وابن عباس و في رابع وابن عمرو وابن ابن عمرو وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، العبادلة الأربعة. عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي هو أصله يعني كان ابن ملك وابن عز، وحينما يعني أسلمت أخته سفانة وقالت: جئتك من عند أكرم الناس، وذهب للرسول فعفى عنه. وروى أيضا حديثا آخر مهما، وكل الأحاديث النبوية مهمة، لكن حديث عدي تجد معظم أحاديثه في قضايا جوهرية في الاعتقاد في العقيدة. نعم، لأن عدي كان أحد قساوسة أو أحد المهتمين بدراسة الديانة المسيحية. نعم، ولذلك حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: والله يا رسول الله ما عبدناهم. نعم، قال: لم يكونوا يحلون الحرام ويحلون ويحرمون الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم. سنجد معظم أحاديث عدي بهذا الشكل. حديث اليوم هو يتكلم عن يوم القيامة، أن الله سيكلم كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة، ويقول إن الإنسان ينظر أيمن منه إلى اليمين وأشأم إلى الشمال.
معلش يا شيخ عصام، كلمة أشأم أنا حتى وأنا بقرأ الحديث قلت لا ده ليكون طبع لي الكلام غلط، فقلت أشأم وعدري غلط قلت أشمل. دي دي يعني ده هذه من ما هو أيمن من اليمين وأشمل، وطبعا القرآن دائما يستخدم عبارة الشمال مش اليسار. اليسار هذه في اللغة العربية يعني طبعا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. أصحاب الشمال نعم، فهو يستخدم دائما هذا المصطلح القرآني أكثر والسنة. وفي عن يمنة ويسرى، أيوة تجد هذا في اللغة كثيرا ما يستشهد بها. تمام، فلا رأي لما قدم، يعني لا يجد إلا ما قدمت يداه. نعم، ما فيش غير اللي عمله، واضح إن كان اللي عمله لا يدخله الجنة. الحالة التي يعني في هذا السياق. نعم، فطيب مش لاقي حاجة. طيب إيه اللي يحصل؟ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، والعياذ بالله ربنا عافينا غير النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده من أسلوب الحكاية، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عدة أساليب ووسائل لتقريب المعلومات للناس. نعم، فاستخدم الخط، يخط كما خط خطوطا في الأرض حينما عمل خطا مستقيما وخطوطا معوجة ومتعرجة، فقال عن المعوج والمتعرج هذا سبيل الشيطان وهذا سبيل الله، وعن المستقيم هذا سبيل الله. نعم، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، الآية في سورة الأنعام. واستخدم الرسم كما رسم مربعين وفي فيهم خطان. نعم، ويقول خط الأجل وخط الرزق وكلاهما يعني يدرك الآخر. واستخدم القصة كما ذكر في أحاديث كثيرة عن قصص السابقين وغيرهم، واستخدم المثال كما قال يعني إن من الشجر الشجرات اللي يسقط ورقها، ويا مثل المسلم يحدثوني ما هي، ثم إلى آخر الحديث، أو مثل المسلم ككذا ومثل المنافق ككذا، وأمثلة كثيرة، وتشبيه القرآن بالإبل في عقولها. فاستخدم وسائل كثيرة، هذه الوسيلة وسيلة الحكاية عن القادم. نعم، يعني هو يحكي عما سيحدث ولكن عن شيء في المستقبل ولكن من باب الحكاية. فهما يعني استفاد إن الناس جذبتها القصة، جذبها الواقع، جذبتها النهاية، ثم وضع النصيحة المهمة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، إيه علاقة السياق هنا اتقوا النار ولو بشق تمرة بسياق الحديث عن النار وعن أن الإنسان لا يجد إلا ما قدم؟ السياق مهم جدا، هو سياق أن الإنسان يوم القيامة سيندم أنه كان ممكن وينظر عن يمين وعن شمال لا يرى إلا ما قدم. نعم، لو أنه قدم اتقى النار ولو بشق تمرة تفرق معه. أصحاب الأعراف أناس تساوت أعمالهم في السيئات بحسناتهم، فيتمنى أن كفة الحسنات تطب فيها ولو حسنة واحدة. أيوة، وكفة السيئات ترفع منها ولو سيئة واحدة، لترجح أو تطب كفة على كفة ليدخل الجنة. لكن هيهات، انتهى يعني يعني كما يقول رب ارجعون. نعم، طيب ما فيش رجوع، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، خلاص. نعم، انتهت. إذا انتهى الأجل انقطع عمل الإنسان، إلا ما بقي من عمله دائما الاتصال في الأجر والثواب عند الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو بشق تمرة، ومن قبل قالها حينما تصدقت سيدة عائشة على امرأة بتمرة وكان لها ولدان، فشقت التمرة نصفين وأعطت هذا قطعة واحدة وهذا واحدة، ثم استدل النبي من ذلك واتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، فالإنسان قد ينجيه من عذاب الله شق تمرة وتمرة وحسنة معينة يتصدق بها الإنسان فيأخذ الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخ عصام. إذن لو توقفنا عند كلمة أشأم، هي المقصود بها الشمال يعني. نعم، فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، يمين والمقابل له الشمال. نعم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا الحديث متفق عليه. وينظر بين يديه أي أمامه. نعم، سواء نظر خلفه، نظر يمينه شماله، أو بين يديه وقدامه، ما فيش. خلاص ما فيش حاجة. طيب كل الناس ربنا يكلمها يا شيخ عصام؟ نعم،
يعني إذا أردنا يعني بس أن نفهم هذه الجزئية، ما منكم من أحد، ما حددش مثلا طائفة بعينها، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، يعني ما فيش حاجة ما بيننا يعني وبين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا تقول إيه، إزاي ربنا يكلم ما ناس هو الواحد مستغرب دخل النار إزاي؟ الحديث بيقول لك ما هو ده راجل في الآخر تلقاء وجهه، خلاص آخرته إيه؟ طب إذا كان ربنا يكلم اللي داخل النار مش ببالك بقى باللي إن شاء الله سيدخل الجنة. فرق بين الكلام وبين نظرة الإنسان الطائع لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا لا نعرف لا نعرف ولا نعلم طبيعة ولا كنها وجه الله سبحانه وتعالى، إنما له وجه، لا نعرف الطبيعة ولا الكنه ولا معناه ولا أي شيء، كل هذا مفوض إلى علم الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا توضيح حول معنى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشاهدينا الكرام، الآن نجدد ونقول أن الأرقام موجودة على الشاشة لاستقبال اتصالاتكم من كل مكان في العالم، وأيضا من لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر يرسل رقمه على صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم، وخدمة الواتساب متاحة، وأيضا خدمة البث المباشر. مشاهدينا الكرام، نبدأ بأول سؤال معنا من على الواتساب ونقرأ هذا السؤال. السائل يقول: جبت مجموع في الثانوي ومحصلتش أدخل أسنان، هل يجوز أدفع لإنسان مبلغ من المال ليوفر لي مقعد في أسنان جامعة خاصة؟ هل يعتبر المبلغ ده رشوة ولا لا؟ السؤال دي جامعة خاصة، هل محتاج يدفع لحد عشان يقدم له أصلا؟ وهل اللي هيقدم له هياخد مكان حد؟ أيوة. ولا انا ما عنديش وقت ومش عايز اتعب في طوابير وجع دماغ، اديت لحد فلوس ويقدم لي؟ يعني في هنا امرين. ايوه، في امر ان لا، انا مش مستحقش ادخل بهذا المجموع بهذا الشكل اي جامعه ولا خاصه ولا غيره، فدفعت الحد عشان ايه؟ استثنى او اي شيء، هنا انا اخذت ما لا استحق. اما ان انا يعني لا، انا هقدم اقدم ما عنديش مشكله، انما اديت لحد يقدم لي يبحث لي عن مكان فاضي. أيوه. مش هيديني حاجه بتاعت غير، انما يقول لي تعالى ده المكان الفلاني ده، هو هيسال هياخد الجهد، هو اشبه سمسار بتاع جامعه يعني. ايوه، اذا سمسار فيما لا تاخذ من حق غيرك فلا مانع من ذلك شرعا. نعم. اما اذا كان في ان تاخذ فرصه لغيرك لا تستحقها فهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا، جزاكم الله خيرا. ناخذ اتصال من على البث المباشر. سائله تقول: اثناء قراءه التشهد أكرر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قصد مني، ولكن أجد أن اللسان يكررها دون توقف، فهل علي إثم في ذلك؟ في التشهد. طب بكرر ازاي؟ ما هو موجود فيها أصلا. نعم، ما هو موجود فيها، ما هو موجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي بتقول وهي بتقرأ التشهد تجد نفسها تكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد. لا، تكررها، يعني بتقولها وبعدين تبدا تكرر دون قصد، ده لا 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 حرج فيه، واحد ما قصدش اخطا، انه مش متعمد كل صلاه يعملها. ايوه، انما اخطا ولا جناح عليكم فيما اخطاتم. تمام، يعني ما اخطاتم به خلاص، ما فيش فيه حرج، ورفع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام، جزاكم الله خيرا. ابو بلال بيقول: مرحبا. مرحبا بك يا ابو بلال. استاذ احمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذة فوزية، جاوبنا على السؤال. طيب نبدأ بقى ناخد سؤال من على الواتساب. ماذا يفعل من حضر الصلاة على المتوفي في التكبيرة الرابعة اللي هي صلاة الجنازة؟ نعم، يصلي ثم يسلم مع الإمام في الرابعة، مفيش قضاء في صلاة الجنازة. لا قضاء في صلاة الجنازة، هذا الأرجح يعني. تمام. نعم. جزاكم الله خيرا. حد يقول لنا: مساء الخيرات من الأردن، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وحضرتك بخير. يا شيخنا المحترم، لماذا الإنجيل لم يحرم الخمر وأشياء كثيرة مع أنه من الكتب السماوية كالقرآن، وأيضا لم يفرض الحجاب وشعائر أخرى؟ نرجو الرد وشكرا. لأن الإنجيل ليس كتاب تشريع عند المسيحيين. نعم، إنجيل كتاب مواعظ وقصص. المسيحية لم تأتي بتشريع، إنما جاءت لتتبع تشريع المسيح اليهودية آسف نعم، جاءت لتتبع شريعة موسى عليه السلام، فالتوراة جاءت مهيمنة على الإنجيل. نعم، وهي سبقته يعني، فهذا هو السبب، ولذلك لا توجد مواريث ولا تشريعات في الإنجيل لما توجد في التوراة، ولذلك الكتاب المقدس عند المسيحيين هو العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم التوراة، العهد الجديد الإنجيل.
فكلاهما من مصادر التشريع عند المسيحيين لأنهم يتبعون شريعة اليهود في المجمل العام. نعم. إنما طبعا حرف أشياء فأصبحت لا يؤخذ، فهذا هو السبب يعني. وأنصح الأخت إذا أرادت التوسع تقرأ يعني الدراسات التي كتبها، يعني محاضرات في النصرانية لمحمد أبو زهرة، أو تقرأ الكتب التي كتبها محمد علي البار عن العدل، أو كتاب الدكتور يحيى ربيع أستاذنا في الأديان، واللي كتبه الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي، وعدد من العلماء المعاصرين والقدام الذين كتبوا عن الأديان وعن الكتب المقدسة. طبعا كتاب إظهار الحق رحمة الله الهندي في تفصيل برضو أيضا مهم في هذا الأمر. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. نبدأ نستقبل اتصالاتنا. نأخذ أول اتصال معنا الأستاذة فاتحة من فرنسا. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا، تفضلي يا فندم. السلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل إذاعة ديالكم. نعم شكرا جزيلا. أنا تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال. أنا عندي مال في البنك ولكن ما كنعطيش الزكاة عليه. عند حضرتك شقق؟ لا ما عندي مال. ما عنديش سكنة. ما عندكيش سكنة؟ تمام. لا لا ما عنديش سكنة في بلدي الأصلي هو المغرب. لا والزكاة ما كنعطي الزكاة ولكن ماشي كاملة، ماشي اللي مفروض عليا نعطيه. أختي فاتحة، أنت عندك ما عندكيش بيت في المغرب مظبوط؟ لا ما عنديش. تمام، وعندك مال ما بتطلعيش عليه زكاة صح؟ نعم. ليه؟ هل وصل للنصاب؟ ما نعرفش. هل قيمة المال بيبلغ 85 جرام ذهب؟ نعم. تمام، يبقى ده فيه الزكاة. حال عليه الحول مر عليه عام؟ نعم. إذن عليك في الزكاة 2.5%. 2.5%. نعم. تمام يا أستاذ فاتحة. سؤال آخر في الموضوع. تمام. شكرا. عفوا. جزاكم الله خيرا، بشكرك يا أستاذ فاتحة شكرا جزيلا. معنا الأستاذ. معلش إخواننا المغاربة والتوانسة والجزائريين. لازم يحتاجوا حد يعني عارف اللغه بتاعتهم. طبعا بصراحه انا بتوقف لما بلاقي نفسي مش فاهم حاجه بقف. الله يعينك، لكن ما شاء الله عليك يا شيخ عصام، يعني التونسي شغال والمغربي شغال وتركي ان شاء الله ما تقلقش. ان شاء الله طبعا. ناخد بقى اتصال من ايرلندا. استاذ ايمن. السلام عليكم. ايوه كده، هتتكلم انت بالعربي يا استاذ ايمن بقى صح؟ مصري. عشان ما تحطنيش في موقف محرج مع الشيخ عصام، هيقعد يقول لي بقى ما انتش عارف تفسر الكلام والحاجات دي. اتفضل يا استاذ ايمن. الله يخليك بقى. لا يا استاذ ايمن، انا ما صدقت لقيت حد هيتكلم بالعربي الخط يقطع. لا بالنسبه للصلاه يعني واحد اخذ توقف ولاحظ ان الدم خرج وهو بيصلي. لا انا حضرتك سامع الصوت، مش سامع الصوت كويس. طب استاذ ايمن الصوت بيقطع، انا مش سامع حضرتك كويس. يكون في مكان لو تتحرك بس في مكان يكون السيجنال فيه كويسه. طيب سامعني حضرتك كده؟ تمام. حضرتك خروج الدم اثناء الصلاه يعني؟ ايوه خروج الدم اثناء الصلاه. مثلا واحد قص ضوافره كده ولاحظ وهو بيصلي ان الدم خرج. تمام. اثناء الصلاه ايه الحكم فيها دي؟ طيب يعني هو الدم تحرك من مكانه اثناء الصلاه. لاحظ وهو بيصلي ان الدم نزل مكان القص الضوافر او كده يعني. تمام حاضر حاضر يا استاذ ايمن. عند حضرتك سؤال تاني؟ لا شكرا الف شكر. جزاكم الله خيرا، بشكرك على اتصالك. استاذ ايمن بيقول ان هو اذا خرج او تحرك الدم من مكانه اثناء الصلاه وليس قبل الصلاه، والانسان وهو يصلي لاحظ خروج الدم او تحركه من مكانه. وطبعا من الفقهاء من يرى ان الدم اذا سال من محله فقد انتقض الوضوء، وده مذهب الاحناف. أيوة. يعني تحديدا كنت لسه اقول لك ده مذهبنا، مذهب الاحناف. نعم. يعني كانوا حتى تلاقي في المتن كده نواقض الوضوء ودم سال عن محله. ايوه. ولكن هناك مذاهب أخرى ترى أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين. أيوة القبل والدبر. قبل أو الدبر بمعنى إنسان عزكم الله تبول فنزل
أو تبول دما. نعم. فده يقين ينقض، أو يعني بال دما ربنا عافينا، يعني ده من السبيلين، ده ما فيش في خلاف على أنه ينقض الوضوء. أما طيب. الخلاف في الدم إذا سال الرعاة، في الأظافر زي ما قال الأستاذ أيمن، أي شيء يسيل من جسد الإنسان ما عدا السبيلين القول والدبر. أي. في هذه الحالة في خلاف بين من يرى أن هذا ينقض الوضوء وبين من يرى أنه لا ينقض الوضوء. الرأي الذي نميل إليه والأرجح هو أنه لا ينقض الوضوء. طيب. وذلك أنه استدل في صحيح البخاري أن الصحابة كانت تسيل منهم الدماء وهم في المعارك والغزوات ويصلون، وكانت يعني دماؤهم تثعب، جروحهم تثعب دما أو تثقب دما ولا يعني يعيد الوضوء. نعم. وحديث كذلك عباد بن بشر الذي في البخاري ومسلم وأبو داود أنه وقف لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فجاء مشرك فضربه بسهمه فنزع السهم وأكمل، والثاني والثالث وأكمل، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير منه. نعم. وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب حينما صلى بالناس وقتل كان إماما، فتأخر في الصلاة وأكمل صلاته وأكمل المسلمون، ولم يرى أحدا بطلان صلاة عمر ولا بطلان نقض الوضوء، فاعتبر في ذلك يعني هذا الرأي الأرجح لقوة الأدلة المستندة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. نأخذ سؤال من على الواتساب. أشارك بدفع مبلغ من المال في حفر بئر في السودان لكي تستفيد منه أسر قرى فقيرة في السودان، وأنا أحتسب هذا من زكاة مالي، فهل يصح؟ وأنا سألت وقيل لي أن الحكومة لا تقوم بما عليها وأن القرى فقيرة. من المبلغ من الزكاة يعني؟ لا يعني الحساب الزكاة إذا أردت أن تزكي في مكان فيشترط أن تكون أن يكون المنتفع بهذا المال الفقير المستحق للزكاة فقط. نعم. أما إذا انتفع بالفقير والغني هذا لا يجوز شرعا. إنما لو أهل قرية كلهم فقراء لا يوجد فيهم غني واحد ويستحقون لهذه الزكاة فلا مانع، لكن ده تعميم لا. أيوة. لأن برضو أحد الناس مرة يعني بيتناقش على يعني جروب واتساب وقال ده إني الفقهاء أو مشايخ في بلد فلاني أجازوا دفع الزكاة لوقف كذا يعني في حفظ القرآن فقلت له أخي هذا لا يعني رأي غير صحيح. قال لا، لأني يعني البلد اللي كان فيه بلد ده بلد علماني وكذا. قلت له هذا ليس له علاقة. إذا نعم. كان البلد فيها تنصير نعم في هذه الحالة الدفاع عن العقيدة يدخل في باب في سبيل الله. نعم. نفس الحالة الناس ترى إني بلد فلاني وفيه قرية وتحتاج للماء فلا بأس من الزكاة. لا، الزكاة لها مصارف ثمانية. أيوه. لابد أن تستوعبها. فالفقير هو الذي لابد أن يستفيد من الزكاة ولا يشاركه فيه أحد في المال المخصص له. تمام، جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤال من على البث المباشر. السائل يقول أحدهم أراد السفر ولم يكن معه مال فأعطاه أخيه ثمن السفر ولكنه لم يوفق في سفره فعاد خالي اليدين، فأراد أخيه المال ولم يكن والده يملك مالا فكتب له جزءا من المنزل المقيمين فيه، مع العلم أنه يوجد أبناء آخرين بنين وبنات للوالد، ما هو حكم الشرع في ذلك وكيف سيكون توزيع الميراث؟ هذا دين في رقبة من أخذ المال يخصم من حصته في الميراث. نعم. لكن لا يكون من الأب لأن في هذه الحالة معنى ظلم للباقي، هل أعطى طيب. الباقي؟ لا. تمام. فهذا يخصم من حصته في الميراث. تمام، نذهب إلى إيطاليا ومعنا هذا الاتصال من أم ياسين. برحب بك يا أم ياسين. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. والله سلامنا للشيخ، وعاوزة أسأل حضراتكم الشيخ لو بعد أو أثناء الاغتسال المرأة من يعني عملية الاغتسال نفسها هل ممكن ما تغسلش شعرها كله لكن تغسل جزء من شعرها؟ طيب هو الاغتسال بعد كده الجزء اليمين والجزء الشمال. طيب هو الاغتسال بتسألي عنه بصفة عامة ولا الاغتسال بعد الجنابة ولا يعني سؤالك محدد بموقف معين يعني أو بشيء معين؟ اللي هو الاغتسال مش بتاع الدورة الشهرية، اللي هو بعد اللي هي الحاجات التانية. أيوة. طيب فهل ممكن إن نغسل نص شعرنا أو ربع شعرنا ما نغسلش الشعر كله لأن ده بيبقى يعني متعب في بعض الأوقات وما بيبقاش في وقت يعني؟ هل طيب. الشرع بيقول كده ولا إيه؟
طيب حاضر يا أم ياسين، إن شاء الله الشيخ عصام يجيبك بإذن الله. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أم ياسين بتسأل عن حكم غسل الشعر أثناء الاغتسال، وبتقول بس مش من الدورة الشهرية ولكن في الاغتسال في باقي الأمور، يعني أي أمور التي يجب فيها الغسل كالجنابة؟ ما أنا سألت قلت لها مثلا الاغتسال الجنابة بتحدد الاغتسال بشيء معين ولا الاغتسال في العموم؟ فقالت إن هو الاغتسال في العموم. لا، الاغتسال في العموم الذي ليس واجبا ده استحمام. أيوة، غسلت شعرها ما غسلتوش، تمام، لا مانع، ده نظافة. طيب، ده بيبقى تنظيف جسد، تمام. أما الاغتسال من الجنابة أو من النفاس، لا، هذا لازم غسل الشعر جميعه، يعني ما ينفعش جزء منه، كل جميع البدن لابد أن يعمم البدن بالماء، تمام. إذن يا أم ياسين، الاغتسال إذا كان الحاجات اللي يجب فيها الاغتسال لابد من غسل الشعر جميعه زي ما قال الشيخ عصام، ما ينفعش ناخد ربع الشعر ولا نص الشعر. أما الاستحمام العادي الذي يعني بيعمله الإنسان أو الإنسانة في أي وقت عادي كده، بيستحم لمجرد النظافة وكده بس، ده ممكن أصلا ما تغسليش الشعر زي ما قال فضيلة الشيخ عصام. طيب ناخد سؤال بقى من على الواتساب، يلا ناخد سؤال. ما حكم، أنا مش هقول السؤال لما تسمعوني صوت الرسالة، ما حكم أموال عائد قناة السويس وإن كانت حراما فكيف نتطهر منها؟ لا أعلم إذا كانت هذه الأموال هي بالفوائد والربا أم استثمارا حقيقيا. أي، إذا كانت فوائد وبالربا ولا فيها عمل ولا كلام ده ونصب كله كلام وفيها فوائد محرمة شرعا، فمعناه في هذه الحالة ما كان من أرباح يعني معناه فوائد وربا تحرم شرعا، يتطهر منها وعليه يأخذ رأس المال. نعم. أما إن كانت استثمار حلالا جائزا شرعا بأدلة ويقين فهي استثمار جائز شرعا، يعتمد على الربا المستخدم أو الحلال فيها والحرام. تمام، جزاكم الله خيرا. رامي من جدة، برحب بيك يا أستاذ رامي. أستاذ رامي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. إذا ممكن بس سؤال للشيخ بعد إذنك؟ طبعا الشيخ سمعك على الهواء، تفضل. أو بالنسبة لزكاة المال، أنا زكاة المال بتاعتي محددة في شهر رمضان، بس أنا بكون موجود قبل رمضان في مصر قبل الموعد بثلاث شهور، فممكن أطلع الزكاة بدري شوية عن الميعاد؟ يعني أنت ميعاد إخراج زكاة مالك بيجي بيبقى بتوافق شهر رمضان، صح؟ رمضان، بس انا ببقى قبل رمضان بثلاث شهور بكون موجود في مصر، ببقى عايز اطلعها عشان ما عنديش حد اوكله واطلعها في رمضان. تمام، طب يعني انت عايز مثلا تسال انك ممكن تسيبها على سبيل الامانه لحد يطلعها لك في ميعادها، ولا ينفع تطلعها قبل ميعادها بثلاث شهور وانت في مصر، صح كده السؤال؟ لا، انا اطلعها قبل ميعادها بثلاث شهور. انت بتطلعها اصلا قبل ميعادها بثلاث شهور؟ لا، انا عايز اعمل كده يعني. طيب ما انا قلت كده من السنه دي. طيب حاضر يا أستاذ رامي، حاضر. هو أستاذ رامي معاد إخراج زكاة المال بتاعته بيبقى في شهر رمضان، وهو بيبقى في مصر قبل رمضان بثلاث شهور، فهو عايز يطلع زكاة المال قبل معادها بثلاث شهور، ينفع ولا ما ينفع؟ لا مانع من ذلك شرعا، تقديم الزكاة عن ميعادها لا مانع، لكن يكون بدقة بما يستحق الزكاة فيها على ماله، يحسب النسبة بدقة يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. السؤال بقى معنا من على البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على هذا البرنامج الرائع، ربنا يكرمك. شيخنا العزيز، نعيش في بلد غربي ووصلت ابنتي هدية من عملها، زجاجة خمر بمناسبة الأعياد، طبعا دلوقتي في أوروبا الكريسماس والحاجات دي، علما بأنها محجبة، هل يجوز لها أن تهديها لأحد منهم حيث أنها لا تعرف ماذا تفعل بها، ملحوظة الزجاجة باهظة الثمن؟ تديها لها، يديه لأي حد من أصدقائها الذين يعني هذا يحل في دينهم أو في اعتقادهم. أيوة، يعني لا شيء في أنها تهديها لحد، ده خلص تهديها. نعم، تمام، جزاكم الله. أنا مذهب من يجيز ذلك، في مذاهب أخرى أنك كسرها ترميها في دهية. يعني وأنت تميل إلى أي الآراء؟ لا، أميل لما اللي أنا قلته. طيب تمام. نعم. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب معلش ناخد أبو أحمد الأول من المدينة المنورة. أنا قلت الرأي اللي في رأي آخر بالمنع لعلة ما بقاش قلت الرأي اللي أنا ميال له. تمام، بس ليعلم الناس إن في آراء مختلفة. بس أنا بتجيلي رسائل كتير تقول لي بالله عليك يا أستاذ أحمد لما الشيخ عصام يقول رأيي نسأله إلى أي الآراء يميل يعني. ما أنا قلت الأول رأي إيه، فأنا عشان كده سألت حضرتك. نأخذ اتصال من أبو أحمد من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أحمد. عندي سؤالين يا أخي الكريم. تحت أمر حضرتك تفضل. السؤال الأول، الأموال المدخرة لتعليم الأبناء ومستقبلهم، أيوة، عليها زكاة؟ حاضر. السؤال الثاني، العاملين في البنوك مرتباتهم حلال ولا حرام، خاصة فيما يسمى بالمعاملات الإسلامية؟ طيب، العاملين في البنوك دول بيشتغلوا في فرع المعاملات الإسلامية صح؟ مظبوط. تمام، حاضر، نجيبك إن شاء الله. شكرك يا أبو أحمد، شكرا جزيلا. السؤال الأول لأبو أحمد يا شيخ عصام، ويسأل عن الأموال المدخرة لتعليم الأولاد ومستقبلهم، هل عليها زكاة أم لا؟ أي مال يدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نعم. ولذلك الأفضل إيه؟ أن يستثمر هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. تمام، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، العاملين في البنوك فرع المعاملات الإسلامية مرتبهم حلال أم تمام. حرام؟ في عندهم رقابة شرعية، فيها علماء يوثق في علمهم ودينهم، إذا قرروا أن هذا المعاملات حلال فمالهم حلال لا حرج فيه، إذا قالوا أن في شبهة تكون الشبهة على قدر في المال، على قدر الشبهة في الفعل نفسه. طيب، أحد البنوك في تركيا يا شيخ عصام هنا هو بنك معروف أنه بنك إسلامي، تمام، وبدأ يبعت رسائل للعملاء بتوعه دلوقتي أن هناك يعني مرابحة ممكن أن تتم، لم يقل عنها فائدة ولكن قال مرابحة فرع المعاملات الإسلامية في هذا البنك، فبدأ الناس يسألون، كثير من الناس أوصوني أن أسأل حضرتك هذا السؤال لأن هم عملاء في هذا البنك، فبيسألوا هو دلوقتي المرابحة دي حلال ولا حرام؟ المرابحة حلال إذا كانت ملتزمة بضابط الشرع. نعم. وإذا كان في ناس تراقب على هذا البنك أن فعلا في عمل شرعي لا يخالف الشرع فلا مانع في هذا الأمر، يوثق في علمهم ودينهم. ولكن نبعد عن كلمة فائدة. طبعا. طبعا. طيب، حتى المصطلح ده لو حتى المصطلح أنه بيوحي زي ما واحد بيقول لك إيه وأنا زنيت مع مراتي. يا عم هو أنت زنيت ولا جمعت مراتك؟ رسينا. تمام. لما تقول لي أنا زنيت أجي أقول لك يعني عليك الحد، تقول لي ده مع مراتي. طب يا عم مفيش حاجة اسمها زنيت مع مراتك. أيوه. فده اللي أقصد، أنك يعني لا نلقي بعبارات يفهم منها التحريم، لأن لما أقول فايدة معناه أنت بتديني شبهة أن في شبهة. أيوه صح. فأنت إيه ليه الداعي؟ يعني إيه الداعي؟ زي اللي واقف مع مراته في شارع بتاع دعارة والعياذ بالله، أنا آسف يعني. طيب، ما انت معناه بتضع نفسك انت وزوجتك في موضوع يقول لك ده صنف تعدي بالغلط، ماشي اهي مره، لما كل يوم ما بتعديش الا منه معناه يعني رحم الله امرأة ذب الغيبة عن نفسه. طيب. فده الاصل، الانسان نبتعد عن العبارات التي تقوم لاني لا تعطي الكلمة فائدة الا مدلول الحرام. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال الاستاذ زياد. استاذ زياد من مصر، برحب بيك. اسمعني بقى، اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص عشان اسمعك بسرعه. اتفضل يا استاذ زياد. حاضر يا فندم. حضر لك الخير يا رب، ربنا يكرمك. اتفضل. ممكن اكلم الشيخ؟ ايوه الشيخ سامعك على الهواء مباشره، اتفضل. شفت بقى انت لسه ما وطيتش التلفزيون لحد دلوقتي. لو سمعت يا شيخ، استخدام المراه للحن وداء. نعم، استخدام المراه للحنة السوداء. الحنة السوداء، استخدام المرأة للحنة السوداء، أنا سامع كده صح؟ أيوة يا فندم. تمام. أيوة أيوة. أنت تسأل عن استخدام المرأة للحنة السوداء حرام ولا حلال؟ حنة سوداء الإيد ولا الشعر؟ طيب، هي بتعمل الحنة دي للشعر ولا للإيد؟ لليدين ولا للأيد؟ للعين؟ لا، العين ما بتتحناش. لا، الايدي. للايدي، ايوه تمام. حاضر يا استاذ زياد، عندك استفسار تاني؟ استخدام الرجل لصبغ الشعر للحنه السوداء برضه. حاضر حاضر يا استاذ زياد، بشكرك شكرا جزيلا. هو يسال عن استخدام المراه للحنه السوداء على اليدين. هو طبعا الرخصه وردت من النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء للمراه وللرجل. نعم. وطبعا الحناء كان لها لون معين. اما النهارده بقى الدنيا بقت تتطور وبقت في انواع اخرى، فاذا ندخل الان بدل ما تبقى حنه تبقى صبغه. ايوه. فالصبغ ياخذ حكم الصبغ بالاسود، ياخذ حكمه ما بين من يمنع وبين من يراه مكروها كراهه تنزيهيه، ومن يرى لا مكروه اكثر من ذلك، وان كنت اميل انها كراهه تنزيهيه وليست تحريميه. نعم. فلا مانع يعني. فلا مانع للرجل ولا للمراه. لا مانع يعني، الا اذا كان من باب التدليس على احد. واحد رايح يتجوز وشعره كله ابيض فانضرب اسود وقال لا ده انا شاب ورور لسه يعني مفطوم امبارح يعني. تمام. الكلام كله هجس يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. ناخذ سؤال من على الواتس، لا من على البث المباشر.
نور تسأل تقول: تحياتي لحضرتك وللشيخ عصام، أنا رجلي مكسورة والدكتور منعني من الوقوف، ولما أقعد لازم أمد رجلي وأنا بصلي على السرير وأنا فردة رجلي الاثنين، هل هذا يجوز؟ أرجو الرد. يعني هي بتبقى قاعدة في القبلة متوجهة. ما دام بوضع طبي لعذر شرعي يمنع من الوقوف أو من الجلوس بشكل معين فهنا لا ضرر ولا ضرار، والأولى أن تقدم صحة الإنسان، والقاعدة تقول صحة الأديان وصحة الأبدان. أيوة. مقدمة على صحة الأديان. سبحان الله. أولى صحة الإنسان. تمام. صحة العبادة الشرع يخفف فيها. تمام. إذن يا نور هو جائز إن شاء الله ولا شيء فيه. نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم، هل المسلم إذا أخذ كتابه بيمينه ثم يمشي على الصراط فتشده الخطاطيف ويسقط في النار وهو مستلم بكتاب وهو مستلم كتابه بيمينه أصلا، إذا لماذا نمشي على الصراط؟ من قال إن لما يأخذ كتابه بيمينه يبقى هيقع في النار؟ مش عارف، الأخ بيحلم يعني. آه. معلش يعني يراجع معلوماته الأول. تمام. يبقى أصلا لو أخذ كتابه بيمينه فلن يذهب إلى النار يعني. طيب هل كل من يأخذ كتابه بشماله من المسلمين مخلط في النار؟ ده الأخ ده الظاهر شغال في اليمين والشمال النهاردة يعني. عشان احنا بدأنا له الحديث يمين وشمال، يراجع احوال اهل اليمين واهل الشمال هيرتاح يعني. طيب. سيرة كتاب معقول يعني، كتاب فيه معلومات صحيحة يعني. طيب تمام. ناخد سؤال بقى من على الواتساب، نبعد على اليمين والشمال شوية وناخد من على الواتساب. من فضلك ايه حقوقي بعد الطلاق والنفقة؟ تقدر والنفقة تقدر على اساس ايه؟ مع العلم ان دخل طليقي 10,000 في الشهر وانا ما عنديش حد يتكلم معاه، والدي متوفي ومعي طفلان 7 و9 سنوات، وهل من حقي اكل من فلوس نفقة الاولاد؟ طبعا لانها تبقى حاضنة اطفال. ايوه. فتاخذ بحكم حضانتها للاطفال في هذه الحاله ما تنفق به عليهما، خاصه فيما يتعلق بالامر اللي له علاقه برعايتها لهم. وهنا اللي بيقدر ده القضاء، والقضاء الى الان في القضايا الحقوق الاحوال الشخصيه قضاء شرعي، فطبعا لها حق قرار المحكمه في هذه الحاله. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب في حد برضو بيعلق لنا على موضوع الحديث في الاول، بيقول: حضرتك يا شيخ قلت ان الله سيرى الناس، وفي الحديث عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر او مستكبر، رواه مسلم. عايز ايه في الحديث؟ يعني ازاي بقى ربنا يشوف كل الناس ويكلمهم والحديث ده؟ لا، لا ينظر معناها مش معناها النظر أي عدم الرؤية. ايوه. يعني يقول لك ده انا ببص لك ما بشوفكش، انا حاسس انك هوا. ولله المثل الاعلى يعني. نعم. يعني ايه؟ يعني يقول لك ده في مراتب بتبص لي كاني مش موجود. ده قتلتني. ايوه صح. وساعات واحد يبص بصه من فوق لتحت الواحد يجيب اجله. ايوه. هو ده المقصود يعني. ما معنى ينظر وانا لا ينظر اليهم؟ نظره التقدير او نظره الاكرام، انما نظره الاهانه. نعم. سؤال اخر: رجل يريد الزواج طريقه شرعيه مع نيته تطليقها بعد 10 ايام، ويريد يدفع كل حقوقها ولا احد يعرف نيته ولا هي، باختصار هل نية الدوام شرط من شروط الزواج؟ نعم، ويأثم في هذا الأمر إذا لم ينوي ذلك. نعم. معنى زواج متعة. أول ما قال لفظ الدوام عرفت أنه عارف. دوام لله. عارف طبعا. طيب نأخذ اتصال، معنا اتصال. أستاذ محمد من القاهرة، برحب بك يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. جعلكم بالخير إن شاء الله بأمر الله. اللهم آمين. أنا عندي سؤالين لو سمحت، ممكن يعني أسألها إن شاء الله بأمر الله. تحت. نعم، عندي سؤالين ممكن اسال مثلا السؤالين ان شاء الله بامر الله. تحت امرك، اتفضل. ماشي الامر لله. انا عندي شقتين. ايوه. سليم، ان شقتين منهم واحد منهم من اولادي يعني قاعد فيها، هم شقتين تمليك يعني. ايوه. ابني الثاني قاعد في شقه بره ايجار، خدت بال حضرتك، فاللمس صلى الله عليه وسلم، فبياخد الايجار بتاع الشقه اللي هي الثانيه دي بيدفعها في الايجار ايه بتاع الشقه اللي هو قاعد فيها لظروف معينة خاصة يعني. تمام. خدت بال حضرتك؟ تمام. هل الشقة اللي هو بيدخ عنها المبلغ ده أو الإيجار ده عليها زكاة؟ لأن أنا باخد الشقة الإيجار ده بحطه في الإيجار الشقة اللي هو مقيم فيها، هي المفروض إن هو يبقى مقيم فيها، لأن الشقتين في عمارة واحدة.
ايوه انا فاهم، يعني ممكن يكون في سلايف وحاجات، فانت بنبعد ده عن ده عشان يبقى العيشه مستقره وهاديه، فبناخد ايجار الشقه التمليك ندفعه في ايجار شقه بعيده شويه ويبقوا الاسرتين قاعدين مستقرين. انت بقى حضرتك بتسال الشقه بقى اللي انت بتاخد ايجارها دي عليها زكاه ولا لا؟ بس حاضر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما يقال في سجده التلاوه؟ ما يقال في سجده التلاوه؟ يقال في سجده التلاوه. حاضر حاضر يا استاذ محمد، سبحان ربي الاعلى. طب ممكن معايا ثانيه بس، في المدام بس عايزه تستني حاجه اقولها لك. يعني طبعا اتفضل اتفضل، لو هي عايزه تدخل تتكلم معانا تحت امر. معلش، هو الشيخ دلوقتي هيرد وهيحل التلفزيون ونسمع ان شاء الله بامر الله. شاكرين جدا يا استاذ احمد. طيب بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. دلوقتي هو عنده شقتين، السؤال الاول عنده شقتين، شقتين دول تمليك، فواحد من ولاده قاعد في شقه فيهم وتمام والامور مستقر، الاخ الثاني اجر الشقه التمليك اللي المفروض يقعد فيها، بياخد ايجارها بيدفعه في شقه مؤجره اخرى في مكان ثاني. فهو السائل يسال ويقول هل على هذه الشقه؟ نعم، الشقه زكاة؟ اذا اعدت للايجار وليست للسكنه الشخصيه فعلى الايجار زكاه، حتى لو كان المعادله دي معموله، حتى لو المعادله في النهايه هو بياخد مال ربح، يعني بيطلع بقى الصيانه والكلام ده واللي بيتم للشقه واعاده تاهيلها والكلام ده وترطيبها، والصافي منه بيطلع عليه زكاه يعني. طيب اذا عليها زكاه مال. طيب سؤاله الثاني انا نسيت، ما يقال في سجده التلاوه؟ بيسبح الله سبحانه، ذكر الله واستغفر الله، وحتى لو ما قدرش يسجد البديل عن ذلك التسبيح. التسبيح، نعم. تمام، جزاكم الله خيرا. أشكرك يا شيخ وأشكر الأخ أحمد على الإجابة على سؤالي. وعندي سؤال آخر، أنا مريضة وعندي كانسر وأخذ كيماوي، ربنا يا رب يعافيك، وتصيبني دوخة وألم شديد، وأحيانا لا أستطيع أن أصلي في وقت الصلاة، ومن ثم أقضي أحيانا تاني يوم، فهل هذا جائز؟ ادعي لي يا شيخ، أنا صديقة البرنامج وأحبكم في الله. هي سائلة، الله تعافانا فيه وصلى الله أن يعني يشفيها وأن يتقبل منها. اللهم أمين. الأصل ألا تؤخر صلاة إلا اليوم التالي إلا لعذر قهري، نعم، في مرحلة من التعب والإعياء، الألم مستمر وتتأوه مش قادرة، فإذا كان في عذر فعذره عند ربي سبحانه وتعالى، أسأل أن يرفع عنها. لكن الأولى أن تعجل بالصلاة إذا كانت في قدرة منها، أما إن كان هناك عذر قاهر فيعني نسأل الله أن يرفع عن هذا الأمر يعني. اللهم أمين يا رب، اللهم اجعل شدة مرضها مغفرة لذنوبها يا رب، اللهم أمين. طيب معنا اتصال، ناخد اتصال. أم محمد من الشرقية، برحب بك يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. أسأل الشيخ سؤال؟ طبعا مع حضرتك تحت أمرك، اتفضلي. ماشي، لو سمحت يا شيخ، انا عندي جهاز تكييف في البيت وموصلاه بس مش موصلاه على الاداد، والفلوس بتاعته نظرا لظروف البلد بأديها للي يستحقوها، يعني مش بدفعها ثمن تبع العداد يعني. ده اول سؤال. طيب بالراحه كده يا بالراحه يا ام محمد، السؤال الاولاني ان انت عندك جهاز تكييف، وجهاز التكييف ده انت موصلاه على سلك خارج العداد، يعني من الاخر كده يا ام محمد بالبلدي كده دي كهرباء مسروقه، بس صح؟ بطلع فلوسها، بس بتاخدي فلوس، بتاخدي الفلوس بتقدري مبلغ معين وتطلعيه لله، صح؟ ماشي. هل ده جائز شرعا او لا؟ الشيخ عصام هيجيبك ان شاء الله، انا ما اعرفش هو حلال ولا حرام. في عندي سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي اتفضلي. في عندي سؤال ثاني تحت امرك. هل يجوز شرعا لزوجها مغترب ان هي ممكن تتواصل مع زوجها مثلا تصور فيديو او كده وتبعته لزوجها عن طريق البرامج اللي هي الايمو او الحاجات ديت، ولا لا يجوز شرعا؟ حاضر يا ام محمد ان شاء الله. لو هي يعني يعني مش فيه حجاب او كده يعني. ايوه فاهم 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 حضرتك، يعني هو بيبقى اتصال فيديو شخصي جدا ما بينك وما بين زوج حضرتك، وكانكم انتوا الاثنين قاعدين في بيت واحد. ايوه. حاضر حاضر يا ام محمد، ان شاء الله يجيبك الشيخ عصام، بشكرك شكرا جزيلا. ام محمد عندها السؤال الاولاني ان هي بتاخد سلك بره العداد مشغله بيه التكييف، وبتاخد الفلوس دي تطلعها لله. مفيش كلام ده، من اخذ خدمه من مكان ما عليه ان يدفع مقابلها، تمتنع عن ذلك، تتوقف وتدفع ما تأخذه من خدمة إلى مصدر هذه الخدمة. إذا لا يجوز سرقة التيار الكهربائي تحت أي ظرف طالما أنك تستخدم هذه الخدمة. لا يجوز.
تمام، جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني، هل يجوز التواصل مع زوجها وهو مغترب وهي في بلد وفي الأصل بلد؟ الأصل في ذلك الجواز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يضر بها وبسمعتها أو بسمعة الزوج. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا بقى ناخد، ما شاء الله الناس بتتفرج على البث المباشر بس ما بيكتبوش أسئلة. أهو، والله عمري ما برتاح في برنامج، ده حد بيقول لحضرتك، والله عمري ما برتاح في برنامج غير معاك شيخ عصام، ربنا يزيدك علم. اللهم آمين. المذيع بينرفز، أيوة، بيحور في السؤال أو مش بيفهم السؤال. ده عامر بيشتكي مني بيقول أنا أنا بنرفزك. معلش طب أنا بنرفزك، نرفزنيش تاني يا عربي. طب بالله عليك أنا بنرفزك. خلاص ما تنرفزش، وهو يبقى انت شكلك كده معاهم يا عم. تنرفزت الاخ بتاع البث المباشر يا سيدي. ماشي، لكن انت بتتنرفز مني انا؟ ايوه. لا لا، ده احنا الناس بتقول ما شاء الله، ده احنا ولا من الناس اللي ولا من الناس اللي بتغلط. نجيب لكم بوكيه ورد نحطه هنا كده وما شاء الله الدنيا حلوه يعني. انت هتنق فيها يا عربي. على نفسي. شكلك هتعمر معانا ان شاء الله. انا اسف يا عم عامر لو انت بتتنرفز مني، والله انا اسف ومش بحور والله في السؤال ولا حاجه. يعني انا بحاول لعله فاهم خطا في حاله معينه. الاخ يعني اخ عامر اذا يعني زعلان من حاجه من استاذ احمد، يعني اتمنى انك تتواصل معاه ويوضح لك ما لا يتضح لك. تمام، انما اعتقد استاذ احمد دائما همه توضيح المساله والتبسيط وايصال السؤال كانه صاحبه، هذا ما اعهده منه يعني. شفت شفت الكلام، هو بقيه الزملاء اللي كانوا يعني نفس حاله استاذ حسام، استاذ احمد، سمير، كل من يعني كانوا معي يعني كانوا اخوه افضل وكنت انا معهم. لا يا يعني شيخ احنا كلنا مع حضرتك يعني في هذا البرنامج، كانوا كلهم بلا استثناء يعني حريصين على خدمة الجمهور وخدمة الناس في أسئلتها. تمام، بشكرك يا شيخ عصام والله على الكلام الجميل ده. يعني الشيخ عصام ما يشفعليش بقى عم عامر وما تزعلش مني، والله انا زي ما قال الشيخ عصام، مش عارف اقول كلام حلو زي اللي قاله ده، بس انا فعلا ما عنديش والله وظيفه هنا غير ان انا اخد السؤال من حضراتكم واحاول اوصله للشيخ عصام عشان تاخدوا الاجابه اللي انتوا عايزينها او اللي انتوا تريدوها يعني. فسامحوني لو انا زي ما عامر بيقول كده بنرفزكم او بحور في السؤال، مش عارف. ماشي عامر. سؤال تاني بقى بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. ايوه كده، حد يقول لنا الكلام الحلو ده. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزيتم الجنه جميع القائمين على هذه القناه. لو سمحت يا شيخ، كنا نصلي التراويح في مسجد النساء بالدور الثاني فانقطعت الكهرباء فلم نعد نسمع الامام، فانقسمت النساء لفريقين، فريق ناويين الصلاة منفردين والفريق الآخر أمتهم امرأة وأكملنا الصلاة، فنرجو توضيح التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف. يعني كان الأولى في ذلك أن يعني يحاولوا قدر الاستطاعة اتباع الإمام، لكن انقطعت الصلاة، واضح أن كان في صلاة ليل والكهرباء انقطعت فمش قادرين يوصلوا، فيعني يكملوا الصلاة في هذه الحالة بالشكل الذي فعلوه، لا أعتقد ربنا يتقبل ويعفو عنهم ذلك يعني. تمام، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ عصام. انتهى الوقت للأسف، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا عن طبيعتكم مينا في حلقة النهاردة من يستفتونك. إن شاء الله ألقاكم في قادم المواعيد، بالحب ألقاكم وبالشوق أنتظركم، دمتم في أمان الله.